وكذا، والطلاب يرجعون في ذلك إليكم وإلى العلماء الكبار يسألونهم، فبماذا تنصحونهم؟ هل تخرون مثل الدخول في هذه الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة تبليغ، جماعة الجهاد، جماعة كذا، أو تنصحونهم بالبقاء على طلب العلم مع طلاب العلم من الدعوة السلفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. ننصحهم جميعا بالاجتماع على كلمة واحدة، وهي طلب العلم والتفقه بالكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة جميعا. ننصحهم جميعا بأن يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكونوا جميعا يسمون أنفسهم أهل السنة أو أتباع السلف الصالح. أما التحزب لإخوان المسلمين أو جمعية التبليغ أو كذا أو كذا لا ننصح به، هذا غلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصلون بالحق والصبر عليه وينتسبون لأهل السنة والجماعة، هذا هو الطريق السوي ليمنع الخلاف. وإذا كانوا جماعات على الطريق ما يضر، جماعات في جب وجماعات في مثلا في صنعاء، لكن كلهم على الطريقة السلفية تبع كتاب والسنة، يدعون إلى الله وينتسبون إلى السنة والجماعة من غير تحزب ولا تعصب، هذا لا بأس، وإن تعددت الجماعات لكن يكون هدفهم واحد وطريقهم واحد. ابن باز رحمه الله.